السلام عليكم، مع وصفات مواليد راح نديرو موسكوتشو، يعني عائلي، يجي كبير في الحجم ويجي شباب. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ راح نحتاجو 4 بيضات كاملين، الا كانوا صغار ديري 5. البيض راه يجي صغير هذه الايام، ما عرفتش علاش. راح نحتاجو معاهم الافاني، 2 كيس تاع خميره كيميائيه، كاس سكر، كاس ونص تاع حليب، كاس تاع الزيت، 4 كيسان تاع فارينه، والمربى هذا باش نحشيه بالوسط، ولافاني سبق وذكرتها. اذا هنا واش ندير؟ ندير هذاك البيض، ندير له مغرفه تاع لافاني، وندير معاه هذاك الكاس تاع السكر، ونخلطهم مليح حتى يذوب لنا شويه داك السكر. كما تقدري تستعملي الخلاط اليدوي الكهربائي، عفوا لو باتور. خلطوا مليح. من بعد راح نضيف عليهم كاس تاع الزيت. دائما في الحلويات خيروا الزيت اللي ما تكونش تريح. اذا ندير كاس تاع الزيت بلا ما ننساو، ابقاو في دياركم. والله الاعداد كل حشيه، على 5 تاع الحشيه نستنى هذيك الحشيه، يعني نشوف العدد راهم غير يزيدوا. ربي يلطف بينا يا ربي. ما صبنا واش نقولوا. اذا نزيد هذاك الكاس تاع الزيت، نخلطهم مع بعض، ونضيف معاهم كاس ونص تاع الحليب، من بعد ندير زيت في الفارينه اللي هي 4 كيسان تاع الفارينه. اذا نبدا بالكاس الاول، ندير الكاس الاول نغربلو، ندير 2 كيس تاع خميره كيميائيه، نزيد الكاس الثاني، المهم في المجموع 4 كيسان تاع فارينه. اذا ندير الكاس الثاني. الفرن تاعي راني شعلتو على 180 درجة، يسخن قبل ما نبدا نوجد كامل الموسكوتشو تاعنا. يعني هذيك قاعدة دائما ديروها، قبل ما تبداي تخدمي شعلي الفرن تاعك وبداي، غير تكملي دخليه طيبيه. اذا نزيد زوج كيسان اللي بقاولي، هذا الثالث، وهذا الرابع. اذا 4 كيسان تاع الفارينه، ونبقى نخلط فيهم غير بالعقل حتى ينسجم لنا. تحصلوا على خليط يكون متجانس وتختفي كامل. غير شوفي، غير تشوفي الخليط تاعك ولا لك رطب وما كاش الفارينه، نحبسوا التخلاط. اللون تاعها جاني بهذه الطريقه لانه لافاني اللي عندي شويه فونسي، ما عجبتنيش بكل صراحه، يعني مليحه مع الحلويات تاع الشوكولا، لكن مضطره نديرها لانه ما خرجتش وما شريتش. اذا ها هو الخليط اللي حصلنا عليه، ها هو معنا. من بعد نجيب لومول، هذا لومول كبير يعني فيه 30 على 35 سنتيم. نفرغ 3 ارباع تاع الخليط تاعنا، اذا نمشي هذا الخليط. من بعد نحكم المعجون تاع المشمش، اذا نفتحو، نجيب مغرفه صغيره ونخلطو شويه، وندير يعني بطريقه عشوائيه، نحطو بهذه الطريقه، راح نكتفي بهذا القدر هذا. ونفرغ الخليط اللي بقى لي، نزيد نفرغو هكذا باش نغطي هذاك المعجون.
ونسوي له الوجه تاعو. اذا نغطي كامل هذاك المعجون هذاك، من يكون جاي راح يديك شباب خاصه لك العام تاع الفراس، ندخلو الفرن على 180 درجه حتى يطيب لي مليح، يعني يطلع يحمر، ندخل الموس يخرج ناشف، نحيه. هذا من طاب الموسكوتشو تاعي، نخليه يبرد، نحيه ونقدمه. اذا من بعد حبيت نزينه ما برد لي شويه، هنا عندي معجون سخنته شويه هكذا باش يطلق، وندير مسحه خفيفه تاع المربى. كما تقدري دير رشه تاع السكر الرطب، ونرشو. هنا عندي شويه تاع الكاوكاو محمص ومطحون، واش عندك ديري نواط كوكو كاوكاو، ديري غير السكر الرطب. اذا نرشو كامل على الوجه تاعو، ونقطعو مربعات ولا مستطيلات كيما حبيتو. اذا نقطع الموسكوتشو تاعنا. اذا ها هي الكيكه تاعنا، شوف شحال دارت لنا، يعني مقدار ما شاء الله. اذا ها هو معنا، يعني يزيد تبرد هذاك المعجون، يزيد يشد روحو. شوف كيفاش جاتنا، هذاك المعجون يجي رائع، خاصه انا كان عندك تاع الدار هذاك المخدوم، يجي في مرصوات مرصوات، تجي هايله. الوصفه تاع النهار اليوم ها هي معنا واجده، نتمنى انكم تجربوها. موسكوتشو بحجم عائلي راح يدير لك كميه لاباس بها، هكذا نمشي كل يوم ندبر واش نديرو، وتجي خفيفه تجي بنينه. تقدري ما ديريش كامل هذاك المعجون اللي درتو هنا في الوسط، وما تجيش هذاك النوع تاع الموسكوتشو اللي يجي يتفتت يعني ويقلقك، ممكن تقطعيه يجو يعني مربعات باينين. نتمنى انك تجرب الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، وخليك في دارك.